إعفاءات ضريبية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي في التعديلات على قانون القيمة المضافة، تشمل الأدوية والمواد الفعالة في إنتاجها واللقاحات وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، أعضاء الجسم الصناعية، أجهزة تسجيل السمع للصم وأجهزة الغسيل الكلوي، المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضروات والفواكه المنتجة محلياً، مدخلات إنتاج صناعة الورق، الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، الطائرات المدنية ومكوناتها وقطع غيارها، خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها، خدمات الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه، خفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة، بما يساهم في الارتقاء بالنظام الضريبي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.